مثلا مع بداية العام الدراسي الجديد احنا ما متخوفين من جذر القرود، لكن متخوفين منين؟ من احنا مقبلين على موسم شتاء، واحنا على موسم انفلونزا وموسم رشح، وقد يكون عندنا ابو خريان اللي هو مشابه بصورته الى جذر القرود. فبالعكس احنا نريد الناس تهتم بهذا، تهتم انه تتأكد. يعني احنا قبل كل موسم دراسي دائما اكو تدقيق للموقف التلقيحي للطالب، فخلي الناس تهتم بالموقف التلقيحي لأطفالها قبل ان يدخل المدرسة، حتى تضمن انطت مناعة لطفلها قبل ما يدخل المدرسة.